خلاص بيني عادي. معك جرامين؟ نعم. لك مثل ما عم لك انا نظرتي ما بتخيب. وطي صوتك. شو بقى؟ كيف كيف شو معي؟ معك جرامين؟ مو معي شيء خيي. شو منين جبت لي هاي؟ وهي دقنه. الجرامين جرامين يعني معك هذا وجع الراس المزمن. شو اسمه؟ ميجرين. ميجرين عم شو قلت انا؟ الله لا يوفقك. قلت جرامين؟ ما خيي حش تقولها. ما تواخذني ما تواخذني خلص. عم تحس حالك هيك قاشط؟ ايه. فحص البلوكوز تبعك. شو بدي افحص؟ اذا ما بيطلع عندك نقص فيه انا ما بفحص. شو هذا؟ البلوكوز. بلو جلوكوز هذا السكر تبع جلوكوز. جلوكوز جلوكوز سيسرنا. سمع منا هلا بدك تساعدني بالفوتوشوز. ها اي فوتوشوز؟ بدنا نعمل شويه فوتوشوز لنحط لهذا. ما شرحنا لك علمنا لك اياهم. شو هن اي فوتوشوز؟ اي فوتوشوز عباس؟ صور عادي بدنا ناخذ صور فوتوشوز. شو اسمه؟ فوتوشوت. فوتوشوت فوتوشوت شوت شوت ليه اللي هي. مرحبا. اهلا اهلا وسهلا. تفضل تفضل. شو في يساعدك؟ لو سمحت بس بدي اخذ رايك انا بكم شغله. إذا بدي خلاص في إيدك خليك معنا. بدي أعمل صور على أكادر إذا ممكن. أكادر؟ أكادر. كيف يعني أكادر؟ برواز وهيك يعني تعملها مثل البرواز صورة؟ هي أنا قلت برواز؟ أكادر أكادر هولي القياس تبعهم. شو اسمه أكادر اسمه؟ أكادر؟ شو أكادر؟ أكادر هاي القياس الواحد هذا اللي شو اسمه؟ أكادر أكادر A4 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 أكادر تكرع ما عندك إيه بتزبط كل شيء. شو هولي معلم بعملهم ببلش فيهم هيك أنا برجع بكبرهم لأنه بدي يحطهم على البيانو. بيانو؟ على البيانو؟ عفوا أي بيانو؟ شو قصته ما له علاقة بشي هذا اليوم؟ ما مصيبه انت لخي انت الله خالقك وكسر القالب على البيانو. لا لانه واحد بده يحط صوت خليه الله بتفهم عليه. طيب. عندك بيانو؟ لا ما عندي بيانو. شو خص هذا عم بقول لك على اي اي بده يحطهم على الطرقات. ما قلت لك بدنا نسافر وبدنا نعمل هول الحمله كلها على البانو. شو هي؟ طب هول تبع الطرقات بانو. ايه لشو قلت انا؟ قلت بيانو. بانو 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 عادل هذا اللي بيتحمموا فيه. هذاك بانيو. بانيو اللي بدقوا عليه. هذاك بيانو. طيب خلص ليه بتفض عادل؟ ليه هيك انت بتعمل؟ طيب عفوا غلطنا بهالحرف مره قلنا يا ماشي الحال. كلمه جمله بنغلط فيه. ايه معك استاذ اوكي كله بيتزبط عنه. بدي كل بدي كل اربع لحال. روش ما روش في هاي كل اربع لحال. بدي كل اربع لحال. اوكي بتحط لي معهم اتاك اذا بتريد. اتاك لحتى لي شو اتاك؟ شو تكون واحد من هون وواحد من هون. شو اتاك؟ انا عارف حالي شو عم بحكي. نحن مش عارفين شو عم تحكي. عادي بس تحط الوراء هيك ما بتحط لها اتاش 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 طبيعي اعطيه علبة اتاش اعطيه علبة اتاش شكرا معينك كذا مرسيز مرسيز شكرا كثير يعني. طيب هلا مرق لنا اياها. وين بدك انت وين بدك تعمل الفوتوشوت تبعك؟ ما هلا بروح انا وياك على المحل عند هيدا نتصور نلبس جرافاز. جرافاز لك جرافاز بنحطها لحتى تبين الصورة لها. كرافات هيدي علبة الاتاش. ماشي ممنونة. ماشي شو انت شو بدك كرمال البانويات هول الصور شو كيف بدك وينني؟ انه انت حدي يعني انك انت عم تكعيني. مش عم تكعيك بس وين الصور؟ معي اياهم على يو اس اي. عفوا؟ لا معي اياهم على يو اس اي يا حوي. ها هذا اسمه يو اس بي. ايه بس ما انا هذا جايبه من امريكا. قد ايه؟ عامل حسابي تنقهر دغري بتنقهر مني بس تشوفني طالع طالع تكسرني مع ديفه. بعطيهم للزلمه خليه اعطينا تنقهر. اذا بتعمل معروف ايه اذا ايه بتعمل معروف هول بدي فيك تعمل لهم برينج اوت. برينج اوت؟ شو برينج اوت؟ برينج اوت هيك يعني شو برينج اوت؟ تسحبهم وتعطيني اياهم. شو اسمها هيدي؟ هيدي غلطان فيها. يمكن يكون غلطان. يمكن؟ ايه هاي قول لشوف. برينت اوت؟ برينت اوت ها هي برينت اوت اكيد ما رح نعمل ماشي برينج اوت. ما هي بيسحب لي اياها دغري عادل بيعطيني اياها دغري. ماشي الحال هلا. اوكي يلا برينت اوت. اذا بتجيب لي معك ديفلوب لو سمحت. شو ديفلوب استاذ؟ لا هذا ما خصه مين والله عم بتحذر وانت حذر معك. ما بعرف والله ما بعرف شو ديفلوب. خي اهين من هيك ديفلوب. شو ديفلوب؟ عادي لحظه انت بتفهم علي لحظه اذا انا ما عم بفهم عليك. ديفلوب هذا الظرف اللي بيحطوا فيه. شو اسمه؟ انفلوب. ايه هذا ظرف واحد انفلوب بس انا بدي اثنين ديفلوب. ليه اسمه انفلوب؟ كل عمره اسمه انفلوب. اجيت انت بدك انت زبون ولا عم تطحنك؟ هلا بدي اعرف خي عندنا شغل نحن هو هيك يا اخي اعطينا اثنين انفلوب. خي خدنا عند عقلنا انت ليه بتتسمسم هلا كمان؟ مشك ما بنشتغل. جيب لنا اثنين بقى. بدك شيء بعد؟ لا بدي سلامت قال ايه وبدربك اذا بتريد بتعمل لهم اجرا فريز. شو اجرا فريز يا استاذ؟ شو هنا الكلمات اللي ما بفهم شيء عليك؟ عن جد ما عم بفهم شو عادل بطلت العالم تعرف شيء؟ شو الاجرافريز؟ الاجرافريز هي الكبيسه. قول كبيسه اسمها اجرافريز. شو اسمها؟ اجرافريز.
لك طيب ما عرفنا غلطنا بهالحرف، انت كمان لحقني على الدعسه. بس زلمه كمان طلع من تيابه. خلص يا خيي. خيي ما بدي ما بدي اشتغل انا، سكرنا اليوم، روح عند غير ناس يا خيي، ما عندي 100 شغله عم اقول لك. خلص بقى. لحظه عادل سكرنا هيك صار. سكرنا هيك ما بدي بيع. والله نمرود انت ها. انا نمرود ايه. مين الماسنجر تبعك؟ شو الماسنجر؟ عيط لي للماسنجر. لك شو الماسنجر؟ الماسنجر عادل ما بتعاطى الا مع الماسنجر. اي ماسنجر؟ المدير تبعه. لك انا المانجر. شو اسمه؟ مانجر. انا المانجر. هو المانجر. مانجر هذا اللي بحطوه على الاصابع. هذاك مانيكير. طيب خلص ما تواخذني، خلصنا. ماشي الحال يا خيي. ليك يا معلم. ايه حبيبي. من الاخر رح اقول لك. شو؟ اي سو يو جاكسس. منيحك؟ شو معناتها هيدي؟ روح هيدي. هو ما بيعرف شو معناتها. فتش بالقواميس كلها ما بتعرف شو معناتها، بطل بدي اياهم. هيك اي يو اس اس يو اي يو اس اي. امشي بعادي. شو هذا؟ عفوا بس ما سوري.